أعزائنا المشاهدين، أهلا بكم. حلقة جديدة من برنامج اسأل مع ميرا. فرحانة جدا الحلقة دي، عارفة إن طبعا حضراتكم بتنتظروها بفارغ الصبر، وأنا كمان منتظرها. معايا طبعا سوشيال وركر أستاذ سليم إبراهيم. أهلا بحضرتك يا فندم، منورنا النهاردة. أهلا بيك يا ست ميرا، أهلا وسهلا. أهلا بيك وبالمشاهدين بتوعك. أهلا بحضرتك. طبعا المشاهدين بتوعك تعبنا. ليه يا فندم؟ ليه؟ بيكلموك مش في الهواء. لا لا لا، إحنا نتعب ونعمل لهم طلبات ونعمل لهم حاجات، وبعدين هم ما يلتزموش بالأصول اللي بتاعت الطلب. أنا مبسوطة إن هم ما بيلتزموش. ليه؟ لأن إحنا دايماً محتاجينك. يا مش مسألة محتاجين، لما إحنا قلنا زي بعض أهلاً وسهلاً يتصلوا ويكلموا. إحنا بنتوه يا فندم، ما إحنا ما عندناش المعلومات اللي عند سعادتك. لا ما تقعديش بقى كل مرة تقولي لي المعلومات ومش المعلومات، عامل زي ما تكون يعني ما فيش الحجر غيرك، يعني ما فيش غيرك في المجال ده يا أستاذ سليم. نو، إحنا عايزين نتكلم. ربنا يبارك فيك يا فندم، احنا مالناش غيرك فعلا. ربنا يخليك، يعني رغم انها حاجه اعتز بيها وكل حاجه، بس مش حلوه يعني. طيب ما عشان كده احنا محتاجينك على طول، علشان الناس تتعلم بقى، ما تغيبش علينا. بص اما اقول لك على حاجه. اوكي. احنا هدفنا الاول والاخير هو ان احنا الناس اللي عندها مشاكل يكلمونا، واحنا نساهم في حل المشاكل. تمام. نساهم في حل المشاكل. أيوة. او ان الناس يكلمونا ويقولوا لنا على ايه الحاجات المزايا اللي ممكن يقدموا لها، واحنا نساعدهم في التقديم للحصول على المزايا دي. اللي بيحصل ان الناس بيحاولوا يتصلوا يحلوا مشاكلهم بره البرنامج، يعني بيعملوا الحاجه تبقى بره البرنامج ويحاولوا انه يتصلوا عشان خاطر يعرفوا الحاجات دي من بره يتصلوا بيها شخصيا او حاجه زي كده. معلش زي بعض، واحنا متقبلين كل ده يعني من اجل البرنامج، بس انا عايز انبه ان احنا عندنا هنا اورجانيزيشن مكتوبه عاملينها، اللي هي اسمها مركز الجاليه المصريه للهجره والخدمات الاجتماعيه. أي. عندنا المركز ده موجود، والمركز ده احنا قلنا المسؤول عنه الست ميرا. لا حضرتك الله يخليك، حضرتك المسؤول عنه، انا بس بعمل جزء صغير فيه. طيب بساعد بس في الاميجريشن، واستاذ طبعا حاجات بسيطه اللي اقدر عليها، او ببعت للمحاميين اللي طبعا يعني بيتكرموا وبيردوا على كل الاسئله برضه. طيب احنا عايزين الناس اللي هم بيتصلوا بينا يشجعوا المركز ده ويشجعوا القناه ويسالوا المركز نفسه، يتصلوا ده مركز الجاليه المصريه للهجره والخدمات الاجتماعيه، وده رقم. أيوة. ورقم التلفزيون وده رقم هنا، رقم وده القناه، مش عارف ايه. طب احنا عايزين الحاجه الفلانيه. ماشي، حضرتك مختص بالشؤون الاجتماعية، واحنا عندنا المركز ده برضو بيعمل، ممكن يساعد في الجنسية او في الجرين كارد او في الورك بيرميت، او بيبعت للمحاميين المختصين. هقول لك على حاجه، يعني ما هوش يعني خبر جديد ولا حاجه. دلوقتي البنفيت والحاجات بقت سهله عن الاول كتير قوي. الناس دلوقتي بتقدر تقدم على الفود سامبس، اتعلمت من عم سليم 50,000 مرة ازاي يقدموا على الفود سامبس، ازاي يقدموا على الميديكال، الناس عرفت الحاجات دي تماما. انما اللي بيحزن بقى ومؤسف ان الناس يروحوا يقدموا الورق بتاع مثلا عشان يقدموا ياخدوا الجنسية. يروحوا يقدموا الورق بتاع الجنسية والورق يبقى معاه مرفقات مطلوبة ومزايا. يعني انت عارفة ان طلب الحصول على الجنسية لمجرد طلب يعني، بس لازم يتعمل بشكل كويس وبشكل يعني ملتزم. الى جانب الطلب بتاع الجنسية، احنا ممكن جدا الشخص يتعافى من رسوم الجنسية. ناس كثير ما تعرفش المستندات اللي هي مفروض انها ترفق مع الطلب بتاع اللي هو الاعفاء من رسوم الجنسية. طلب له يعني طبيعة خاصة وعايز يتكتب بطريقة موثقة وكويسة، مش سهلة. يس. الناس اللي دلوقتي في طلبات كتير جدا مش مطلوب ان يبقى فيه حد مهم يعملها، يعني حد، يعني مثلا طلب التجديد بتاع مثلا جرين كارد، طلب التجديد بتاع جرين كارد، الشخص اللي خد جرين كارد ربنا يبارك له من زمان، وخده عن طريق قرايبه او طريق المحامي او طريق اللجوء، ده كان شغل وعايز مجهود. انما في ناس بتبقى مثلا بعد كده الجرين كارد بتاعه بقى هيبقى اكسباير او حتى ضاع منه او تلف او حاجه زي كده. في الحاله دي الطلبات اللي زي كده امرها بسيط، بس لازم تتعمل كويس. صحيح، مظبوط. لازم يعني بيبقى في حاجتين مهمين جدا جدا،
ان الطلب بيتعمل كويس، وان الشخص لو كان هو يعني كواليفايد انه ياخد الاعفاء من الرسوم، من الرسوم ده مهمه لان المبلغ بيكون كبير. بالظبط مظبوط. فمطلوب ان في الحاله دي ما يروحش هو يعني ايه يجتهد بنفسه. صحيح. وبعدين يلاقي نفسه ان هو ورقه وراح ورجع واترفض والكلام ده كله. فهو احنا يعني احنا عاملين الشغل بتاعنا يكاد يكون برضو ايه خدمه، يعني ما يعني ده حقيقي. كل رسوم بسيطه والحاجات كل بنعتبرها كانها نوع من الخدمه يعني. ده حقيقي مظبوط. بس مش عايز يعني في ناس من فتره وقالوا لي ان احنا كنا عايزين نقدم على تجديد الجرين كارد. ايوه مظبوط. طب يا جماعه تجديد الجرين كارد الحكايه كذا والورق بسيط وتعملوا كذا وكذا، وممكن تروحوا تعملوا يعني في المكتب عند ميرا او حاجه زي كده تعمل الكلام ده. ففوجئت ان هم عملوا الورق بتاع التجديد بتاع الجرين كارد واترفض مرتين. ايوه اترفض مرتين بس مش عندي. لا مش مش هتترفض هنا. لا واترفض مرتين. أيوه. وبعد ما اترفض مرتين بيسألوا طب ما انت من الاول يعني كان ممكن. الناس بتحاول تجتهد فعلا بس يعني احسن ان احنا نسال. صدقني يا استاذ سليم عايز اقول لك حاجه، الناس بتتكلم وساعات بحس انهم عايزين يعملوه، طب اعملوه انت وانا مش يعني انا بعملها فعلا خدمه يا اكتر. يا ميرا انا عارف بقول كويس. لهم اعملوا 1 2 3 شكرا باي باي. ما خلي بالك انا بس خلي في نقطه مهمه جدا. لما انت بتعملي الورق بتبقى عارفه انك انت بتعملي ايه بالظبط، مش زي حد بيجرب. مش أيوة مش حد بيعرف يشوف المره دي اذا كانت هتتعمل كده ولا ما تتعملش كده. لا يعني انا عايز اقول ان احنا الخدمه اللي احنا بنعملها يعني تكاد تكون مفيده لكل الناس. أيوة. مفيده لكل الناس، وانا بشجع الناس يعملوا، هم يعملوا بس اعمل وانت عارف وانت فاهم وانت عارف اهم حاجه. الكل يعني مثلا لما واحد يروح يبعت الورق والورق يرجع له فيها 3-4 شهور، فيها كتير وقت كبير، احنا الورق يرجع له ويرجع يستوفي الورق مرة تانية ويرجع يبعته كمان مرة. أيوه. تبص تلاقي الحاجة اللي تتعمل في 3 شهور تاخد لها سنة سنة ونص. أيوه مظبوط. فيعني احنا نعمل كده، يعني احنا بنساعد الناس يعملوا الطلبات. يعني هدي لك مثل بسيط جدا. الطلب اللي احنا بنساعد الناس يعملوه للاس اس اي اهو، ده لا هو هجرة ولا هو حاجة، ده بنفت للناس. طب قبل الاس اس اي معلش، عشان الاس اس اي موضوع كبير، انا عايزه اعرف هل المكاتب فاتحه دلوقتي السوشيال سيرفيسز ولا لا؟ المكاتب السوشيال سيرفيس 90% منها مفتوحه. اوكي. يعني كل كاونتي فيها على الاقل مكتب مفتوح. اوكي. يعني مثلا لو اتكلمنا على الاريا بتاعتنا احنا هنا، ده في المكتب اللي هو موجود في شارع بروك هورس، موجود جاردن جروف مفتوح. في المكتب بتاع اللي هو في سانتا انا اللي هو بتاع في شارع اسمه لابالما مفتوح. في شارع اللي هو اسمه شارع شيب متفرع من فالي فيو مفتوح. ففي المكاتب قليله مقفوله ومكاتب كتيره مفتوحه. والمكاتب الميزه المكاتب المفتوحه دلوقتي انك انت ما فيش زحمه، ما فيش بابليك ناس. طب حلو. بتروحي على الشباك ويقول لك يدي لك مثلا الطلب اللي انت عايزاه وتاخد الطلب تعمليه وبعدين ترجعه لهم بره تانيه. ممتاز. ويقبلوا منك، وممكن جدا يقولوا لك ان احنا هندي لك ميعاد تعمليه على ايه الطلبات يا فندم للحاجات الموجوده دلوقتي. احنا عايزين نقول بس ساده المشاهدين ان الحاجات اللي بتبقى مقدمه من الولايات المتحده الامريكيه لو انت محدود الدخل زي الفود ستام، وفي ايه تاني يا فندم؟ ده احنا عندنا الفود سامس، الكاش ايد، الميديكال، واخده بالك ازاي؟ الناس بتسمع الكاش ايد ده يقول لك كام؟ ما خلي بالك الحاجات دي كلها. في حاجات كمان اسمها كابي، كاش اسيستنت بروجرام فور ايميجرانت. طيب الكاش ايد ده يعني عايزين نعرف ازاي بيتاخد بالظبط كده. طب انا مهتم النهارده ان اعمل الحاجات اللي هي عشان السينيور، الناس الكبار في السن شويه. اوكي. فالناس اللي كبار في السن شويه عندهم سكتين بيقدروا يقدموا فيهم. من سن كام بنتكلم؟ من سن 65. اوكي. من 65 and over. اوكي. ال 65 and over بالنسبه للناس هيبقى عندنا يا ناس سيتيزن يا ناس مش سيتيزن. مظبوط.
ناس سيتيزن او ناس مش سيتيزن. طب هنتكلم على الناس اللي هم يعتبروا يعني مش يعتبروا الناس السيتيزن ومن في حكمهم. مين في حكم السيتيزن وبيبقى 65 سنة؟ الناس اللي واخدين اللجوء. اللجوء فقط يس. اه يعني لو شخص لو عنده جنسية أمريكية نو نو اوكي اه ماشي يبقى اللجوء بس. خلي بالك احنا هنتكلم على حاجة سبيسيفيك جدا. ماشي. يعني الناس اللي واخدين اللجوء والناس اللي واخدين الجنسية وهم اوفر 65، الحاجة الوحيدة اللي يقدروا يقدموا عليها أو الحاجة المميزة اللي يقدروا يقدموا عليها اسمها SSI. الـ SSI هي Supplement Security Income. طيب اشترطنا شرط الأولان ان الناس تكون ايه؟ American Citizen او لجوء او لجوء، يبقى اتنين. وكمان شرط جنبهم 65 او يكون Disabled، يعني السن وله استثناء والجنسية ولها استثناء. السن قلنا لازم يكون 65 او Disabled، فحنقول بقى ان الناس اللي يتوفر فيها الكلام ده الناس اللي هم 65 او ديسيبل وعندهم جنسية او عندهم اللجوء يقدروا يقدموا للاس اس اي. حلو قوي. ايه هي بقى شروط الاس اس اي؟ اوكي ايه هي شروط الاس اس اي؟ يعني انا واحد دلوقتي بقول ان انا عندي 65 سنة وانا امريكان سيتيزن وما عنديش هيستوري بتاع الشغل بتاعي وما عنديش فلوس كده، يقولوا طيب قدم واحنا نشوف. ساعة ما بيقدم الاس اس اي ده الاسم بتاعه مهم جدا، اسمه سابليمنت. سابليمنت يعني ايه؟ مساعدة، معونة، مساعدة. سيكوريتي انكم. طيب السابليمنت سيكوريتي انكم دي بيشترط فيها ايه؟ انت عشان تاخد سابليمنت يبقى لازم يكون ما عندكش فلوس. انا أيوة. مش معقول هيبقى عندي فلوس واروح اديهم بدون مساعدة. يبقى أوكي. الشرط الاولاني ما يكونش عندي شغل او ما اكونش بشتغل. اوكي. ما يكونش عندي بيت مثلا. ال- 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 البيت له قصه طويله عريضه بس هنتكلم برضو فيها. اوكي. فانا بطلب مساعده. المساعده مقصود بها المساعده الماديه، الفلوس. ايوه. مين اللي هيتقدم عشان خاطر ياخد مساعده الفلوس؟ هو الشخص اللي ما عندوش فلوس. ماشي. تمام. فبيجي يجي يقولوا له توفر عندك الشروط اللي احنا قلناها، السن الجنسيه كل حاجه عندي. طيب يا سيدي امال ايه الحكايه؟ انا ما اشتغلتش في امريكا او اشتغلت حبه صغيرين او ما حصلش نصيب او كنت تعبان او انا مش عارف مين الكلام ده. يقولوا طيب احنا هندي لك الاس اس اي بس بشرط ما يكونش عندك في الحساب بتاعك لو انت لوحدك اوفر 2000 $2000 لو انت فرد واحد. يجي ناس يعملوا ازاي؟ تروح عم سليم عايزين نعمل الطلب بتاع الاس اس، تعمل الورق والطلب ومش عارف مين وايه وايه، وساعه لما يبعت يقولوا هات لي البنك ستيتمنت، البنك ستيتمنت فيه 2500، كل الورق يترفض. ما اعرفش موضوع ال 2500 ده كويس. كل الورق يترفض. يا عم احنا دلوقتي قايلين ما بقاش في حسابك ولا الاصل اللي مش عارف ايه، ما عرفتش اسحبهم، ما عرفتش اخوتهم. الورق بقى ايه؟ مش يقولوا له انك انت عندك 2500 في الحساب، يقولوا له الطلب بتاعك اترفض. يترفض. طيب يجي الحاجة تانية يقولوا له مثلا ايه؟ احنا يكون ما عندكش انت دخل من اي حتة، ما يكونش دخل، ما يكونش عندك دخل من اي مكان. يروح يقول ايه؟ ابني بيديني كل شهر $600 عشان ادفع بيهم يساعدني في الايجار. اوكي. طيب ما انت عندك انكم اهو. يقول لهم لا ده الفلوس ده عشان يساعدني في الايجار، ما احنا هندي لك الاس اس اي عشان تقدر تدفع الايجار وتقدر تدفع مصاريفك والتزاماتك والكلام ده كله. يبقى الاس اس اي شروطه ان انا ما يكونش عندي في الحساب لو انا انديفيديوال يعني شخص لوحدي ما يكونش عندي اكتر من $2000. مهم جدا. $2000 وواحد يعني الطلب راح. طلب راح هل ينفع يتصلح؟ شهرين ثلاثة. شهرين ثلاثة. طب نشوف موضوع التصليح ده بس ناخد استاذ عصام على ما اعتقد. اهلا يا فندم. هاي اهلا بيكي. اهلا يا فندم. اهلا اهلا. انا عندي سؤال للاستاذ سليم. اتفضل حضرتك. طيب انا I'm 66 يعني و I haven't retired yet بس
soon I will be retiring أو يعني within a year or two يعني. Anyway, فأنا بس عايز أسأل سؤال بخصوص ال I'm a social security participant, so I put in my 40 quarters, لكن my wife did not. Okay. Does she qualify for social security pension when I start collecting يعني ولا إيه؟ طيب أنت حضرتك بتتكلم عن مين دلوقتي؟ بتكلم I wanna see her social security benefits. Who Once her? مين هي؟ مين هي هير دي؟ مين هير دي؟ زوجتك؟ اوكي الزوجة. اوكي الزوجة دلوقتي بتقول انها بتشتغل عادي مش كده؟ لا حاليا retired. لا and she did not put in the 40 quarters. اوكي نعم انت دلوقتي الست بتاعتك over 65 بقت ست وانت في اولا في انهي ولايه؟ احنا في كاليفورنيا. اوكي الست بتاعتك بقت over 66 وشهرين ولا لسه شويه؟ yes she is. اوكي لما هي over 66 وشهرين هل عندها اشتغلت بما فيه الكفايه عشان تاخد الريتايرمنت بتاعتها السوشيال سيكيورتي ادمنستريشن؟ لا طيب. That's my, اشتغلت كم سنه؟ اشتغلت 36 سنة. طب امال ما عملتش ازاي المعاش؟ ما عملتش ضرايب؟ عشان we were county employees والcounty does not participate in social security. طب انت يبقى اذا مش هتنفع تقدم للسوشيال سيكيورتي. لا I on the other hand put in my 40 quarters prior to my county employment. انت يعني حضرتك دلوقتي انت خلينا نتكلم على زوجتك الاول. نتكلم على الزوجة الأول. الزوجة زوجتك عندها برنامج خاص بتاخد فيه بنشن، هتاخد فيه مع بنشن عن طريق الشغل اللي هي كانت بتشتغل فيه. مظبوط. مالوش علاقة ده بقى بالسوشيال سيكيورتي. مظبوط. مش هتقدر تقدم للسوشيال سيكيورتي لأي حاجة. ولا ديسابيلتي ولا حاجة. ما هي بتاخد معاها هتاخد معاش. اوكي. لا my question once I retire and start collecting social security does she get like 50%? My understanding the spouse get 50%. No. في حاجة الزوجة بتاخد حاجة من الزوج اسمها survivor. بتاخد انت لما تطلع على المعاش وانت طلعت على المعاش وزوجتك كانت over 62 وطالع وما عندهاش انكم شيز كواليفايد انها تاخد تلت معاشك. انت تاخد يعني انت تاخد جزئين هي تاخد جزء ثالث. عمري ما سمعت الكلام ده. يعني انت دلوقتي لو فرضنا طلعت عندك مثلا هتاخد معاش قول 2000 دولار مثلا. هي بتاخد 1/3 وانت بتاخد 2/3 وانت تاخد 1500 كمثال يعني. وخد بالك ازاي؟ ده انت لما انت بتطلع على المعاش والست بتاعتك كواليفايد انها تبقى على المعاش بتاعتها فبيدوها حاجه اسمها سرفايفور. السرفايفور بتاعتها ده بيروح منك انت لها او منها لك. بشرط ان يكون السن بتاع الشخص بقى كواليفايد انه يطلع على المعاش. امتى الشخص بيبقى كواليفايد انه يطلع المعاش؟ بعد سن 62 سنه. حتى لو هي بتاخد فلوس من حته تانية تاخد من جوزها برضه؟ لا لا مش ده مش شرط. مش شرط. بس هما بيقولوا ان لما يكون الزوجه ما عندهاش دخل. طب هي بيقول لك عندها دخل من مكان تاني؟ عندها دخل. يبقى هي الزوجه مش هتاخد اي حاجه من اي حته خارجيه غير معاشها. هي هتاخد معاشها هي. فهي معاشها هي هيبقى غالبا اكتر من هيبقى اكتر من معاشك اذا كان هي اشتغلت 35 سنه. لا ما يعني المعاشات كويسه. انا بس بسال على السوشيال سيكيورتي بنفيت. ما انت سوشيال مونيتوري سوشيال سيكيورتي بنفيت. ما انت سوشيال سيكيورتي بنفيت ما انتش كواليفايد للسوشيال سيكيورتي بنفيت لان نو اي ام هو انت بتتكلم عن نفسك انت. سمول اماونت يعني. انت عن نفسك انت؟ حاجه بسيطه يعني. اوكي عشان اي اونلي اي بيرلي بوت ذا 40 كوارترز يعني.
اوكي يعني انت دلوقتي خلاص الزوجه احنا مش بنتكلم عليها، مش محتاجين ان احنا نعلق عليها على وضعها. لا 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 هنتكلم عليها. انت دلوقتي اوكي مش كواليفايد يا فندم، مش كواليفايد يا فندم. نو اوكي نو شيز نوت. انت دلوقتي بالنسبه لك انت هل انت سنك بقيت 65؟ يس اي ام اوكي ام اوفر 65. طيب هل طلعت على المعاش وخدت السوشيال سيكيورتي بتاعك؟ نو لسه بتشتغل. لسه بتشتغل. ايوه اوكي. هي دلوقتي انت بالنسبه اللي بيحصل ان لما الزوجه ما يكونش عندها معاش وانت بتطلع على المعاش، هم بيقسموا المعاش على ثلاثه، يدوها واحد وانت اتنين، يعني هي تاخد نص اللي انت بتاخده. يعني انت لو بتاخد 600 دولار هي هتاخد 300 دولار. لكن هي لما يكون عندها الدخل بعد الشر بقى، افرض ان في زوج وزوجة عندهم كده، واخد بالك، وبعدين الزوجة وصلت لغاية سن 65 سنة او 66 سنة وبقى طلعت على المعاش وهي بتاخد معاش، مش هتقدر تاخد المعاش ده والمعاش ده، هتاخد which is bigger. Which is bigger, yes. طب سؤال الأخير بقى؟ نعم. تفضل يا فندم. آخر سؤال بقى، لو in case of death. بعد الشر يا فندم. لو في حصل في حالة الوفاة بيشوفوا إن أنت معاشك إيه ومعاشها إيه. وهي تاخد المعاش الأكبر، ما تقدرش تاخد الاتنين. ما تقدر يعني افرض ان انا دلوقتي وزوجت انا وزوجتي. يعني معاشها من السوشيال سيكيورتي زيرو. احنا بنتكلم على على المعاش بتاعها جاي برضه من جهه حكوميه، انت عايز تسال اذا كان السوشيال سيكيورتي يعني معاشك انت تقاسم مع السوشيال سيكيورتي. طب افرض ان هي عندها يعني انكم جاي لها برضه من معاش من حته ثانيه. من مكان ما هو كده. هو اللي حاصل بالنسبه للسوشيال سيكيورتي، اللي البرنامج الثاني برايفت بروجرام انا ما اعرفوش، لكن السوشيال سيكيورتي مفهوم كويس جدا ان هو لو في اتنين بياخدوا الاس اس اي الاثنين مع بعض، كل واحد بياخد سوشيال سيكيورتي ادمنستريشن معاش، وجاء احد الطرفين مات وده بياخد معاش وده بياخد معاش، ما يقدرش يجمع المعاشين، ياخد الاكتر. أوكي. الأكبر في الاتنين. لكن افرض بقى دلوقتي ان في واحد من الاتنين ما عندوش معاش خالص وبياخد السيرفايفور من الزوج وهي ما عندهاش خالص، ويجي الزوج يموت هي تاخد المعاش بتاع الزوج بالكامل. بس ده ينطبق عليها هي. اوكي ده doesn't apply، بس يعني ما انت يعني دلوقتي هي عشان خاطر هي بتشتغل في يعني في برايفت. لا هي ما بتشتغلش ريتاير. نو يعني كانت بتشتغل، البنشن بتاعها جاي لها من جهه تانية. انت تسال السوشيال سيكيورتي وقول لهم ان انا لو انا بقيت ريتاير دلوقتي، هل مراتي تاخد من السوشيال سيكيورتي وهي عندها معاش في حته تانية؟ لان هو لو كان يقول لك احنا بنتكلم لو المعاش بتاعكم انتوا الاثنين من عندنا من عند السوشيال سيكيورتي يبقى في حاله. لكن لو كان هيبقى المعاش من جهه تانية، هل يبقى يحصل يعتبروا انها ما بتاخدش معاش ويدوها نص، يعني اللي هو نص معاشك مع الاجابه هم اللي يقدروا يجاوبوك عليها. ماشي. طب ميرسي خالص. العفو. ميرسي يا فندم. ميرسي. شكرا. طيب هو قال ان ممكن المعاش بتاعه يبقى صغير خالص، ليتس سي ان هو اقل، يا ريت يا استاذ عصام تكون لسه بتسمعنا، اقل من 880 دولار، ليتس سي ان هو، لان بشوف ناس بتاخد 300 دولار. اوكي. لو هو 300 دولار مثلا دلوقتي وعايز يوصل ل 880 يعمل ايه؟ احنا دلوقتي بنتكلم على المعاش بتاعنا للناس اللي هم بقوا اوفر المعاش عالي طبعا دلوقتي 80 دولار. اوكي احنا بنتكلم على الناس اللي هم اوفر 65. اوكي؟ اوكي نتكلم على الناس دول. الناس الاوفر 65 اذا كان عنده جنسيه او اذا كان ابروف فور اسايلم، المينيمم دخل بتاعه في ولاية كاليفورنيا 1040. ده للسنجل اللي مش متجوز. اللي مش متجوز. مظبوط. طيب افرضي ان هما اتنين. 880 و880. بالظبط. يعني 880 واخدة بالك ازاي؟ و880 الكابل مع بعض يبقى دي 0 6 7 1760. يس زادوا على السنة الجديدة تقريبا. مفهوم الكلام ده. افرضي بقى واحد سنجل.
طلع له معاش بتاعه 600 دولار من السوشيال سيكيورتي المعاش. بما ان احنا قلنا المينيمم هو 1040 يدوله 440 كمان من الاس اس اي. ازاي يقدر ياخدهم بقى؟ يقدم طلب يقول فيه ايه؟ يقول عايز انا الدخل بتاعي انا وفي ولايه كاليفورنيا اقل من 1040 دولار، وولايه كاليفورنيا بتقول بالنسبه للسنجل اللي هم اوفر 65 حتى مش 65 اوكي ان هم بياخدوا 1040 دولار، انا باخد 600 دولار ادوني من الاس اس اي. وبيوافقوا يبقى هيبقى عنده مصدرين لمعيشته. ايوه، جزء اسمه اس اس اي والتاني اسمه اس اس اي. اس اس اي ده اللي ممكن يسافر اي وقت ويحتفظ بيه. جميل السؤال ده، يعني هنيجي نقول دلوقتي ايه الفرق بين الاس اس اي والاس اس اي. الاس اس اي ده فلوسي انا مستحقها اخدها واروح بيها اي حته تعجبني. مزبوط. انما الاس اس اي ده وصفناه هنا وقلنا عليه ان هو اسمه سبلمنت، منحه ومساعده تقعد بره ما البلد. ما ينفعش تاخد المساعده بتاعتي وتروح تعيش بيها في دوله ثانيه. 28 يوم ليك بس بره البلد. معلش، دي الحاجات القواعد اللي هي بيعملوها. مزبوط. يبقى انا لو فرضنا دلوقتي واحد سنه 65 66 سنه وطلع اشتغل يا دوب 20 سنة ولا حاجة، عمل له 40 كوارتر 20، يعني يعملوا له في 2 بكام، في 4 كوارتر ب 80 كوارتر، يعني يعملوا له 40% من، خلي بالك كل سنة شغل بتساوي 4 كوارتر، كل 4 كوارتر بيساوي 2%. السنة الكاملة بيعتبروها ب 2%. فلو انا اشتغلت 30 سنة بشكل منتظم هاخد 60% من مرتبي كمعاش بتاعي. جيت ما عملتش ال 1040 بتوع كاليفورنيا، عملت 600 من معاشي، اخد ال 1440 من الاس اس اي. حلو قوي. نيجي نتكلم بقى الاس اس اي ده عشان اخده لازم اعمل ايه؟ طيب ممكن نستنى ناخد بنت الرب ونكمل. طيب ايوه بنت الرب اتفضلي. الو. ايوه اهلا بيك اخي مينا. اهلا مساء نور. ازيك يا حبيبتي عامله ايه؟ وشكرا خالص على البرنامج اللي انت مقدماه، وخصوصا الاستاذ سليم طبعا اللي بنستفاد منه معلومات حلوه قوي. ميرسي ليك يا حبيبتي، اتفضلي. ممكن اسال الاستاذ سليم سؤال؟ هو معاكي، اتفضلي. طيب يا استاذ سليم، انا عندي 67 سنه وجوزي عنده 72 سنة، وبعدين في شهر 12 عمل حادثة، صاب كسر في 3 بقرات في ظهره، حصل له نزيف في المخ وقعد في المستشفى 10 أيام، وبعدين دلوقتي في البيت قاعدين له شهر ونص، وإحنا واخدين الجرين بس مش بناخد أي مساعدات من أي حتة، وكمان ما بيشتغلش. يحق لينا ان احنا نقدم على اي مساعدات حاليا بالنسبه انا اللي برعيه وبعوله وهو اللي اتصاب؟ في ولايه ايه يا ماما؟ كاليفورنيا. اوكي، انا هسال حضرتك، انتوا خدتوا الجرين كارد بقى لكم كام سنه؟ 4 سنين. اوكي، وعندك ضامن ولا ما عندكيش ضامن؟ عندنا. عندنا. طيب اوكي، لما بيكون عندك ضامن ما بتقدريش تقدمي تاخدي مزايا، ما بتقدريش تاخدي مساعدات. Yeah. كويس. طيب في سؤال على جنب كده، هل الضامن حاله الضامن الماليه كويسه؟ كويسه. كويس. يعني قادر على انه يقوم باعباء الضمان لغايه دلوقتي. طيب هي الحادثه اللي حصلت له، واخده بالك ازاي؟ هل هو في الوقت ده كان بيشتغل او حاجه، ولا الحادثه دي وهو ما بيشتغل ما كانش بيشتغل ولا حاجه؟ لا خالص. طيب خالص. طيب الحادثه اللي حصلت له دي، لو هو في ولايه كاليفورنيا، في حاجه في حاجه اسمها ستيت ديسابيلتي. ستيت ستيت اوف ديسابيلتي، بيقول في الابلكيشن بتاع ستيت اوف ديسابيلتي بيقول فيه انك انت ممكن تاخد المساعده حتى لو ما كنتش اشتغلت ولا يوم.
حتى لو ما كنتش اشتغلت ولا يوم، لان هو دلوقتي عشان يقدم ياخد الاس اس اي هيقولوا له ما عندكش جنسيه. ما عندكش الجنسيه ولازم يكون خد الجنسيه عشان يقدم على برنامج تاني يقولوا له عندك ضامن. فالحاجه الوحيده اللي هي بتديله استثناء اللي حاجه اللي اسمها ستيت ديسابيلتي. لفتره معينه لحد ما يخف يعني. بالظبط، الله ينور عليك، لحد لحد ما يخف. كويس. طيب وانا اللي بقوله ينفع برضه؟ انت لما بتعوليه، انت في برنامج عندنا هنا هو انتوا عندكم طبعا اكيد الميديكال، انتوا الاثنين عندنا الميديكال. اوكي. لو انت يعني ليك بنت او ابن او حاجه جنب منك، ليكي ولا ما انا قاعده عند بنتي. قاعده عند بنتك. طيب هو انت عامله نفسك يعني الخدمه ليه ولا لا؟ انا اللي بخدمه. ايوه. نو بنتي طبعا. نو نو نو، احنا في برنامج اسمه ان هوم سبورت سيرفيس، إعالة واحد في البيت، شخص محتاج لان حد يرعيه خدميا، يخدمه. يعني لازم تكون الخدمة جسمانية، يعني يأكل يشرب يلبسه يعمله. إنما لو الخدمة هتبقى بسبب إن هو عنده مشاكل في الذهن أو في الذاكرة أو حاجة، الخدمة بتختلف. الخدمة الشخصية اللي هي الأكل والشرب واللبس والدكتور واللاندري ومش عارف مين والحاجات دي كلها. لو كان الشخص عنده إعاقة ذهنية، يعني عنده زهايمر أو حاجة، بدلا ما بياخد الخدمة الجسمانية أو الخدمة دي الفيزيكال اسمها، بياخد بدلها حاجة تانية، خدمة اسمها منتال. يعني شخص هو اعتقد جسمه هو اللي تعبان، مش هو دلوقتي جسمه، لان طبعا ما بيقدرش يقوم ويتحرك وكده. طيب دلوقتي انصحك انك انت ما تخدمهوش انت. انك مين يخدمه؟ انت وهو تقدموا طلب انتوا الاثنين انكم محتاجين خدمه. وتخلي بنتك هي اللي تخدمكم. ما بنتنا برضه كانت مصابه نفس العربيه اللي عملت بيها حادثه، هي الثانيه برضه حصل لها مشاكل في ظهرها. طيب هو يعني عايز انبهك لحاجه، يعني المفروض ان تبقى يعني حاجه ما تتقالش، لكن لما بيبقى زوج وزوجه عايشين مع بعض واحد الزوجين بيبقى محتاج لخدمه، من الناحيه الانسانيه واجب على الطرف الاخر انه يخدم. يعني الزوجه المفروض عليها تخدم الزوج، والعكس لو حصل ان الزوجه هي اللي بقت تعبانه او ان هي عندها اعاقه او حاجه، ان الزوج يخدمها. هنا بيبصوا على ان، لكن لما الزوج بيخدم الزوجه او الزوجه بتخدم الزوج، بيقول لك انت مالكش فضل كبير، يعني انت بتعمل اللي عليك، فالفلوس تبقى قليله جدا. الفلوس اللي بيدفعوها بتبقى قليله جدا جدا. انما لو فرضنا مثلا وانت جبتي بنت اختك، بنت قريبتكم، بنتك او حاجه، وهتقوم بالخدمه جوز بنتك اي حاجه، يبقى في الحاله دي الخدمه هتبقى تستاهل المبلغ كويس. يعني نقدم كده يعني. يعني ما اعرفش، يبقى هي كده تقدم على الاتش اس اس اسمه ان هوم سبورت سيرفيس. اوكي. وممكن تقدم انت ساكنة على انت فين؟ حته في كاليفورنيا. في ريفرسايد. ريفرسايد. طيب لو تخلي بنتك تبقى تكلمني ادخلها تملى الطلب ازاي. اوكي. يعني هي دلوقتي بنتك ما تقدرش تخدمكم ولا تقدر؟ لا تقدر، هي اساسا دكتور اللي بتودينا للدكاتره وبتودينا مش عارف تجيب لنا حاجات وكده. طيب ما هو من باب اولى اذا كانت هي اللي بتعمل الحاجات دي، يعني تفاصيل تستفيد من الكلام ده، يعني ممكن تتكلم في التفاصيل. بتشتغل يا استاذ شريف؟ معلش، ما هو دلوقتي هما لما بتشتغل بيعتبروا ان هي ما بتشتغلش في البيت
فول تايم، يعني بتشتغل 3 4 ساعات. الشخص مسموح له ان يشتغل في اليوم لغايه 12 ساعه. يعني ممكن يشتغل بارت 12 8 ساعات ويشتغل جنبهم كمان 4 ساعات يعني كده. فلو عملوا لك مثلا 4 ساعات في اليوم في 30 يوم يبقوا 120 ساعة، هيبقى حاجة عظمة العظمة. وده يعني طبعا برضو لكل المشاهدين. ألف سلامة عليكي حبيبتي وعلى جوز حضرتك، وشكرا ليكي، وياريت تاخدي رقم الرقم بتاعنا هو اللي تكلمي عليه ونديكي رقم أستاذ سليم. لما تحب تتصل، لما تحب تتصل بيا تكلمي القناة، هم هيدوك الرقم بتاعي. أوكي شكرا، شكرا يا استاذ سليم، خلص على تعبك يعني. العفو العفو، شكرا، ربنا يعوضك. اهلا بيك، اهلا بيك. عايزين نتكلم على برضو الان هوم سبورت سيرفيس ده، بس ناخد ابن الرب. معلش اتفضل يا ابن الرب، اهلا بيك. احنا عايزين نتكلم على حاجات كتير. اهلا وسهلا يا فندم. استاذ سليم ازيك؟ اهلا بيك، اهلا وسهلا، اتفضل. انا عايز اخد رايك في موضوع يهمني يا استاذ سليم. دلوقتي انا انا كنت موظف ومراتي موظفة وبتعنا على المعاش وخدنا مرتباتنا، وكانت قليلة، كملوا لنا عليها حوالي 200 جنيه من الاس اس اي، وساكنين دلوقتي بندفع تلت المرتب. فأنا عايز أروح أرضى بنتي، عايشة هناك وساكنة هناك، وأنا تعبان لوحدي ومحدش يخدمني هنا. أي فإيه الإجراءات اللي أعملها عشان أنقل وما أسيبش الشقة وأروح ما ألاقيش حد هناك؟ أعمل إيه؟ أنت بتاخد الدعم بتاع الشقة من برنامج اسمه سيكشن 8 ولا؟ أيوة. لا، من سيكشن 8 ولا لا؟ سيكشن 8. يعني أنت اتقابلت في السيكشن 8 بس مش باوتشر. مش هينفع. يعني إيه مش هينفع؟ يعني أنت لو عندك فاوتشر، الفاوتشر بتدي ما هي الفاوتشر بتنفع تتعمل حاجه اسمها ترانسفير. ليه ما عندوش فاوتشر؟ لانه هنا مرتبط اللي هو بياخده مرتبط بالكاونتي اللي هو عايش فيها. لا ما عنديش. ما هي دي، انا بدفع التلت هم بيدفعوا الباقي. ما انا عارف الاشكال ده، ده اللي اسمه افوردبل رنت، بس ده ما هوش سيكشن ايه، ده برنامج اسمه اتش يو دي. انت بتدفع اتش يو دي، صح كلام. ايوه كده. طب انا عايز انقل دلوقتي، اعمل ايه عشان اروح اقعد هناك؟ لازم حد يقدم لك هناك مره تانية لغايه ما تتقبل. لا اتقدم ازاي؟ مش لازم اقول لهم انا ساكن هناك واقدم لهم عقد مثلا، بنتي تعمل عقد. الله ينور. ما انت دلوقتي في الحاله دي، انت لو رحت في الولايه اللي فيها بنتك هتقدم الطلب من اول وجديد. انما المشكله ان الميزه اللي انت بتاخدها هنا مش هتتنقل معاك، بتسيبها هنا. الله، ما انا سينيور كبير 75 سنه. ما هو البرنامج ده قاصر على الحته اللي انت عايش فيها دلوقتي. الحاجه الوحيده زي ما انت فاهم واضح من كلامك، انك انت لو انت عندك فاوتشر، الفاوتشر دي بتتحول من ولايه لولايه. ما عنديش فاوتشر. بالظبط كده، هي دي الاشكال. طب قول لي الخطوات، اعمل ايه عشان اروح هناك واقدم؟ لازم اوديهم لهم عقد، اقول لهم انا سكنت هنا ولا اعمل ايه؟ ما انت لو فرضنا ورحت هناك هتروح طبعا في مكان هناك، يا اما هتأجر مكان يا اما هتقعد عند بنتك. اقعد عند بنتي مؤقتا. ايوه، لما تروح تقعد عند بنتك مؤقتا هتقدم على نفس البرنامج ده اللي انت عايش عليه هنا. كويس. هو برضو الاتش يو دي ده اصل هو كفر، يعني ايه؟ متغطي تحت السكشن 8. تحت السكشن 8. ايوه، بس ما هواش فاوتشر. مش فاوتشر. لا بالزبط. بس يعني ادي لهم عقد، اخلي بنتي تكتب عقد وادولهم، ولا اقول لهم انا ادفع كام، ولا مش عارف. ما انت دلوقتي لو فرضنا وهتبقى قاعد عند بنتك وساكن بالايجار عند بنتك، ده كويس جدا، ممكن تعمل كده. لازم يكون جوابات جايه له، مش كده؟ في جوابات. أيوة. لازم تجي له في فلوريدا على عنوانه باسمه. انت دلوقتي لو فرضنا وهتتنقل وهتقول ان انا ساكن في فلوريدا، ازاي هتبقى ساكن في فلوريدا وانت قاعد هنا؟ ما هو مش هيعمل كده، هو هيسافر فعلا. لما انت هتسافر فعلا هناك، في حاجه عقد ايجار اسمه ليس سب ليس، اسمه وان بيدروم بتاع، هو في سب ليس على جوجل، ممكن اي حد يلاقيه. اسمه بيأجر اوضه فيه، رنت، وان بيدروم رنتال بروجرام. برنامج اسمه وان بيدروم. لو بنتك عندها بيت هناك، من حقها انها تأجر لك اوضه من البيت.
وتكتب لي عقد ايجار. بس تراعي ان العقد الايجار ما يبقاش اكتر من الدخل بتاعك انت والزوجه بتاعتك. يعني انا اخري كله $1,000 يعني هكتبه بكام يعني؟ نو يعني انت اخرك انت ومراتك $1,000؟ طب ما ده شويه، ليه ما بتقولناش نزودهم لك؟ ما فيش، هو ده اللي بدونا، لان معايا ميديكير وميديكير وخلاص. لا يا حبيبي لا. طيب ممكن تاخد برضو تاخد رقم وتكلم استاذ سليم علشان يقول انت من حقك طالما انك عايش في في كاليفورنيا من حقك اخد تاخد 1760 ده بالفود ستام. لا حضرتك مراتك فوق 65 يا فندم؟ زي سبعين. ومعاكم جنسية؟ معانا جنسية. من حقك تاخد 1760. في حاجة غلط. فيكون ان انت بتاخد 1000 دلوقتي، طب ليه كده؟ ليه الأذية دي؟ مش عارف. طيب. دي المشكلة. ما هو طيب. اكتب العقد بكام؟ انت تنصحني اكتب العقد لما لا أنا حضرتك أنا لا ده انا عايزك الأول تزود دخلك تاخد ال 1760. وبعدين كده تعمل عقد بقى. ما احنا دلوقتي لما على بنتك حسب فلوسه. خلي بالك لما بنتك هتعملك عقد ايجار، عقد الايجار ده في تفاوض، العقد شريعه المتعاقدين، انما انت لو هتبقى شريك معاها في تكاليف البيت لازم تبقى بالحصه. بص هو تفاصيل كتيره احسن تتكلموا عليها على التليفون. هو تفاصيل كتير يا فندم. طيب اوكي خد رقم بس التليفون اللي انت اتصلت بيه ده. بس يعني مبدئيا ارجوك ما تضيعش على نفسك الفرق. انت ليك 1700. انا عايز تليفون سيادتك يا سليم. نعم هيديهولك لما تتصل بالقناه بعد كده بعد البرنامج ما يخلص، هم هيدوا لك الرقم بتاعي. لان انا اهم حاجه عندي دلوقتي انك تاخد ال 1760. طيب ماشي. قبل ما تمشي. شكرا. اوكي شكرا. انا شاكر افضالك يا شيرين وميرا، شاكر قوي يا ميرا. متشكره ليك يا فندم، اهلا بيك، ربنا يحافظ عليكم. الله يخليك. شكرا شكرا. شفتي يا استاذ سليم انت مهم ازاي؟ استاذ طيب ناخد مكالمه كمان. استاذ سعد منصور اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بيك يا فندم. الحمد لله نشكر ربنا. وعاملين ايه؟ وكل سنه وانتم طيبين. وكل سنه وانت فرحان وكل الساده المشاهدين بخير. أمورنا يا فندم اتفضل. الأمر لله. أنا عندي 70 سنة وكملت 10 سنين شغل اللي هي ال 40 وردي أو ال 40 كريدت. أوكي برافو. وعايز أطلع على المعاش وأنا في نيوجيرسي. هم بيبعتوا لي جواب كل سنة بالمبلغ اللي أنا هاخده. أيوه. ممتاز. وأنا سامع الأستاذ سليم بيقول 2% كل سنة. أيوه. هيبقى 20% ل 10 سنين. بالظبط كده. برافو صح. بالظبط. بس في حاجة عارف انا هاخد كام بقى؟ لا عندي سؤال لك. يا استاذ سعد، هل انت عندك جنسية أمريكية؟ معايا جنسية أمريكية. حلو قوي قوي. انت الحد الأدنى بتاعك هيبقى $886. هيدوا لك من المعاش بتاعك 200-300 زي ما يكون. وهيكملوا لك الباقي من البرنامج الثاني اللي اسمه SSI. يعني انت دلوقتي هيبقى عندك برنامجين، واحد هيدي لك مقابل الشغل اللي انت اشتغلته، والتاني هيدي لك الفرق بين شغلك وبين الحد الادنى. هو $880. انت طلع لو طلع لك من معاشك 200 هتاخد 680. بس مهم جدا ان انت دلوقتي بتقول 70 يعني عديت ال 65. فلما تطلع اطلع على المعاش وخد المعاش اللي هيجي لك، وفي نفس الوقت قدم على الاس اس اي. لازم يكون حد، لازم يكون معاك يا استاذ سعد حد فاهم يعمل لك الحاجات دي. طب سعادتك هم بيبعتوا لي جواب كل سنه بيقولوا لو طلعت على 62 تاخد كذا، 65 كذا، 70 كذا. ايوه. فباعتين مبالغ غير كده خالص يعني، طالعين ال 70 بيدوا له 1320. لمين؟ ده الجواب اللي مكتوب كده فيه. يعني 62 سنه كذا، يعني لحد 70 سنه 1320. وانت مرتبك كام يا استاذ سعد؟ انا مرتبي في حدود 1500 شيكات. لا ما هو قال ماليش دعوه غير الشيكات.
انت بتشتغل حاجه يعني تانية. يعني انا بعمل الانكم بتاعه كل سنه في حدود 19 20 ألف. ايوه، ما انت دلوقتي 20 ألف لو قسمتهم على 12 هيطلع حوالي 1600 دولار في الشهر. معاشك مش هيزيد عن 320 دولار باي حال من الاحوال. بس في فرق، في فرق هتاخده، ما في، ما تقلقش. من اس اس اي مظبوط، زي ما الفرق من الاس اس اي. ما تقلقش اي حاجه، برضو كلم القناه هنا وهي استاذ سليم ممكن تاخد رقمه ويقدر يساعدك. انا في نيوجيرسي اصلا، مش في كاليفورنيا. مش ما تفرقش، ما تفرقش. شكرا جزيلا. ميرسي، ميرسي خالص. متشكر جدا ليكم وعلى برنامج. شكرا يا استاذ منصور، شكرا. سلام. شكرا شكرا. طب صدقني اسئله جديده كلها النهارده. ولا جديده ولا حاجه يا ستي، جديده. بص جديده، خلينا نرجع نكمل تاني الشروط. ماشي، الشروط كويس. فدلوقتي ناس كتير اهم هيقدموا على الاس اس اي. يعني لغايه دلوقتي في 3 4 اللي كلمونا. ايه الشروط بقى؟ كلهم يكون عندي ايه وما يكونش عندي ايه. اوكي، مثلا يسالني سؤال سخيف جدا، عندك تربه؟ هم اللي بيسالوا، احنا ما بنسالش اسئله سخيفه، هم الاسئله اللي بيسالوا. هم يقول لك عندك تربه؟ ايوه. لا ما عنديش تربه. لو عندك ما ينفعش تاخد الاس اس اي. مش المشكله التربه دي في نظرهم ان هي فلوس انت حطيتها على جنب. ايوه. زي ما مثلا يقول لك عندك مجوهرات. ايوه عندي مجوهرات. بكام؟ ب 30 ألف دولار. يبقى انت غني. ما انت معاكي مجوهرات ب 30 ألف دولار وجاي تشحتي منها، ما تروحي تبيعيهم. ايوه. عندك مقبرة ب 15 ألف أو ب 20 ألف وجاي تشحتي مننا، ما تروح. هم بيعتبروا إن هي دي مش شحاتة بس يا أستاذ سليم، بس هي مساعدة. يعني اللي بيقول لله ده يعني مش مثلا لله يا أستاذ سليم. هو له حق قانوني. ما هي أمريكا قانونها كده. ما هي احنا ماشيين على الرولز يا فندم. أنا بكلم احنا، مش الحكومة. أوكي. بتبصلنا على إننا شحات. الحكومة ما تبصلناش. واحنا إحساسنا برضو إن احنا مش كده برضو. لا ماشي أوكي يا أستاذ سليم. ما يصحش إن أنا أروح أتقدم للحاجة المساعدة. أيوه. إلا لو كنت فعلا أستحقها. طبعا طبعا مظبوط. لأن المساعدة في هي معونة. معونة. ايوه معونة. وكلمة معونة يعني انا محتاج حد يعوني. اللي اعني ربنا يخليه، ربنا يعينه. اللي ما اعنيش انا مش هعمل له حاجة. صح. يعني مظبوط. فهي الحكومة من كتر انسانيتهم. ايوه. الدول بتاخد معونات يا فندم. ماشي يا استاذي، بس ما في ممكن تجرح شوية. انت في فرق بين المعونة اللي لا ترد. ايوه. والمعونه لا تطور. يعني احنا دلوقتي لما يجي صندوق النقد الدولي بيدي لمصر معونه عشان تعمل طرق، مصر رجعت حاجه ولا اي بلد رجعت حاجه ومعاهمش حاجه عشان يرجعوا يا فندم الفلوس؟ ما احنا دلوقتي احنا قلنا المعونه بالنسبه لنا كانسان هي حاجه للحظه اللي احنا فيها. مظبوط. ما ينفعش اقول ادوني معونه لان انا بعد 5 سنين هبقى فقير. ايوه طبعا، لا ما ينفعش، لازم فعلا تكون محتاج المعونه دي. تمام. ولذا لما بروح اقدم انا الطلب وهم يشوفوا ان انا محتاج للمعونه دي يدوهاني. ايوه. لكن انا لما بقى يعني عندك لا بسوق لا لا، ما احنا ما حدش بيسوق، بسوق اللوع. يعني ايه اللي ما يكونش عندي؟ ما يكونش عندي مقبره باسمي. ماشي. ما يكونش عندي مجوهرات باسمي. تمام. ما يكونش عندي حساب فيه اكتر من الحدود المحدده اللي هم 2000 دولار اللي حضرتك قلت عليهم للشخص الفرد و3000 للفردين اللي هم المتجوزين. يعني. اوكي. ما يكونش عندي بيت انا بدفع له مورجج. مورجج كبير في امريكا او في بلدك الاصليه. افرض ان انا عندي بيت في امريكا والمورجج بتاعه 3000 دولار في الشهر. كده اكتر من ال 2000 اللي بتتكلم عليه. لا مش ال 3000 دولار دول انا بدفعهم منين؟ ايوه صح. يبقى انت لا تستحق الاس اس اي في الوقت ده. بدفعهم منين؟ يعني حد يكون معدم كشكل معدم او ما عندوش حد يصرف عليه. يعني مثلا بكل اسف مثلا واحد يجي يقول لي كان عندي في مصر مثلا فلوس موجوده مش عارف ايه. طب انت يا عم وات ايفر، انا ما بحددش ايه. طب انت يا عم عندك فلوس في بلدك قد كده وجاي تطلب معونه، ما تجيب الفلوس اللي في بلدك الاول. صح مظبوط.
واخد بالك ازاي؟ انا بتكلم بصفه عامه على اساس الناس تنتبه للحاجات المعوقات دي. ايوه صح اوكي. يعني انا لما يكون عندي في مصر بيت ملكي يسوي له 2 3 مليون جنيه وانا قاعد في امريكا واقول لهم الدنيا مساعده وهم عارفين ان عندي بيت ملكي، هيقولوا له روح بيع بيتك وتعالى. صح. في حاجه هنا دلوقتي اسمها للوضع ده بيسموه، افرضي ان انا جيت وقلت لهم ان انا عندي بيت في مصر وتمن البيت ده مثلا يساوي مليون جنيه. مليون جنيه او اقل مش هتفرق او وات ايفر. وبيقول وانا يعني يقولوا لي طيب هندي لك حاجه تكتبها لنا اسمها بروميس تو سيل، وعد انك تبيع بيتك. وعد انك تبيع بيتك. طيب الوعد ده بيبقى محدود بمده زمنيه، والفلوس هتجيبها هنا بقى هتروح تبيع البيت وتجيب الفلوس. وهتجيب الفلوس. طب يا جماعة أنا بعت البيت ومش معرفش أحول الفلوس في هم ما عندهمش الكلام، ما يعرفوش الحاجات دي هنا. في حاجات ما يعرفوهاش هنا. هو كل اللي بيحصل إن لو البيت بتاعه اللي موجود في مصر ده هو يعني ما بيستثمروش أو ما بيعملوش أو حاجة، يروح يقول لهم إن أنا هعمل وفر يعني عشان أبيعه وإدوني مهلة عشان أبيعه. كويس. بكل أسف بقى لما بيدوله المهلة دي، المهلة اللي هم ادهاله يروحوا موقفين عنه المعونة بتاعته. أيوة. لغاية ما هو يبيع البيت ويشوفوا إيه هيطلع بكام البيت ده. يعني أنا صادفني واقع زي كده. واحد كانت اللي حاصل إن هو زوجته توفت وهو كان عندها ابن وحيد وجوزها. حسب القانون في مصر، في الشريعة في مصر يعني، الزوجة لما بتتوفى وبيسيب الزوج وولد، الولد بياخد الثلاث ارباع والاب بياخد الربع. انا ما عنديش فكرة. اوكي. قوانين المواريث في مصر. ايوه اوكي. اللي حصل بالظبط على الطبيعة كانت كده. البيت مثلا كان ثمنه 200,000 جنيه. ماشي. الولد أخذ 150,000. الولد أخذ 150,000 والأب أخذ 50,000 والراجل والابن والزوج خد 50,000. 50,000 أوكي. جم لما سألوه قالوا له البيت بكام؟ قال لهم ب 200,000. حسبوها عليه هو. حسبوه دولار. حسبوا 200,000 دولار؟ طيب ناخد بالنا بقى من الكام يا جماعه، ده ايجيبشن باوند. حسبوا عليه وانا ليا 50,000 دولار باوند. فقال لي عم سليم، او يعني حبيبي يعني، قال لي عم سليم انا قالوا لي البيت بكام؟ قلت لهم ب 200,000. قلت له ب 200,000 ايه؟ قال لي ما اعرفش، هم حسبوه 200,000 دولار. فروحنا عندهم وقالوا هو دلوقتي عنده بيت ب 200,000 دولار لازم يبيعه. يا جماعة ده البيت مش 200,000 دولار، ده البيت 200,000 جنيه وهو دي 50 والدولار ب 16 جنيه. أيوه. يبقى البيت كله مش ممكن هيحصل ال 200,000 دولار ده، يعني لو طلع مثلا 20,000 ولا حاجة تبقى نعمة من ربنا يعني. أيوه. دي حاجة. الحاجة التانية إن هو الراجل له 50,000 فقط لغير. أيوه. والابن ليه 150,000 بتاع 4,000 دولار ولا حاجة. فقالوا لي اثبت لنا كل الحاجات دي. طب نعرف ثبتها ازاي بس عشان أستاذ عادل معانا على الهوا. طيب بعد أوكي. إذنك معلش أستاذ عادل اتفضل. ألو طولنا عليك اتفضل يا فندم. أهلا وسهلا بكم على البرنامج الجميل ده. سلام يا أستاذ. أهلا بيك. أهلا بيك اتفضل. أنا بقالي 8 سنين في امريكا ومعاه جنسيه امريكيه. وبعدين جالي تعب في ظهري. سلامتك. رحت كشف عند الدكتور بتاعي. قال لي مراي. طلعت عملت ام ار اي وطلع 4 فقرات في ظهري. حاليا دلوقتي قادر اشتغل، مش قادر اقف كتير، قادر اقعد كتير. عندك كم سنه؟ انا عندي 52. اوكي. خدت الجنسيه ولا لسه؟ معايا الجنسيه. معايا الجنسيه. كويس قوي. ماشي. انت موجود في انهي حته؟ في ولايه نيوجيرسي. في ولايه نيوجيرسي. في نيوجيرسي. اوكي. طالما ان انت معاك
معاك الجنسيه الامريكيه، انت دلوقتي الشغل بتاعك ممكن فيه طريقتين. طريقه ان الشغل انك انت تطلب اجازه من الدكتور بتاعك عشان انت مش قادر تشتغل. فالاجازه اللي هيديها لك الدكتور هتبقى مدفوعه الاجر ومش الشغل اللي هيدفعها. 60% تقريبا. 60% من دخلك. يس. سامعني؟ مع حضرتك. يعني انت دلوقتي هل ما زلت بتشتغل؟ طبعا انت. لا انا لما تعبت قعدت فتره معينه قلت صعب الشغل، كنت بشتغل في لازم تيشن. لا يعني انت عملت ريزاين، انت استقلت ولا هم مشوك؟ انا تعبت شويه وبعدين المده طولت شويه في البيت. عمل ايه؟ ريح شويه في البيت لوحده كده يعني، اخذ اجازه. لا يعني انت دلوقتي ما زالت لك علاقه بالشغل ولا مالكش؟ لا يعني هل انت استقلت؟ لا ما استقلتش، انا تعبت قعدت فتره فالراجل ما لقاش حد. موقف الشغل منك عمل لك فاير؟ اجت فاير قال لك يلا مع السلامه؟ شاف حد تاني يعني مشى من الاخر عشان خاطر تعب. هو لو هو رفضك انت كنت تقدر تقدم على ان امبلويمنت. دلوقتي انا قدمت على ديسابيلتي. ما هو انت عشان تقدم على ديسابيلتي ما تقدرش تقدم عليها مباشره، لازم تاخد خطوات شويه. لازم تقدم حاجة الأول على حاجة اسمها temporary disability، disability مؤقت. temporary disability دي بتقعد لمدة سنة. بتقعد لمدة سنة. لو أنت بتشتغل الشغل بتاعك ما بيدفعلكش، السوشيال سيكيورتي هي اللي بتدفع لك. السوشيال سيكيورتي بتدفع لك حوالي 70-68% من مرتبك. بس بشرط انك انت تكون قعدت من الشغل لانك مش قادر تشتغل. ايوه انا عملت MRI على ظهري والدكتور طلع لي ريبورت ان انا مش قادر، غير قادر. طيب ما قدمتش ليه طلب انك انت عايز تاخد حاجه اسمها ديسابيلتي مؤقته، اعاقه مؤقته، عجز مؤقت؟ اكيد عمل هو حاجه عشان تاخد فلوس. انا ابني قدم لي على ديسابيلتي. لا ما هو الديسابيلتي دي، الديسابيلتي ده في برنامج اللي هو بتاع الاس اس اي وفي برنامج اللي هو بتاع الشغل انك تطلع على المعاش. وانت دلوقتي بتقول لك مده صغيره، لو جيت تطلع المعاش هيطلع لك حاجه لا تذكر. انما لو الديسابيلتي يعني لو قدرتك لو الديسابيلتي واقفه هيطلع لي ايه مثلا؟ طلع لي فلوس كام قد ايه؟ ما انت دلوقتي هيطلع لك على الاقل حوالي 900 دولار 880 دولار. انا اشتغلت 8 سنين بس. لا لا مش من الشغل. ملوش دعوه بالشغل. ملوش دعوه بالشغل. يعني انت طالما انك انت عندك جنسيه امريكيه وما عندكش مصدر تاني للدخل، يبقى في الحاله دي انت تستحق المعونه اللي بتديها الناس لحاملي الجنسيه الامريكيه اذا كانوا فوق ال 65 سنه او عندهم اعاقه بتمنعهم من العمل. والاعاقه دي لازم تثبتها بورق دكتور وهم كمان هيبعتوك لدكتور. واهم حاجه ان الاعاقه دي ما ينفعش تروح انا عندي تقول عندي اعاقه وخلاص، لازم تبقى ثابته. لازم تكون ثابته ب ب ب او بأوراق من دكتور طبية. معايا الاوراق معايا. ايوه يعني لما تيجي تقدم يبقى في دعم لكلامك عن طريق الدكتور بتاعك. مظبوط. الحاجه الصحيحه. أيوة. الصحيحه هل تقدر ترجع للشغل شويه ولا ما تقدرش؟ يعني انا اقدر بس يعني الراجل قال لي ثاني يا ريت. ما انت دلوقتي لو رجعت للشغل ممكن نبتدي البرنامج من اوله. هو مش هيقدر يرجع اعتقد. لو رجعت الشغل ممكن نقول انك انت تعبت. هو كده كده تعبان. اما بشتغل يعني اما بشتغل بتعب. حرام عشان ظهره يعني. طيب خلاص استمر بقى في عمليه اللي هي التقديم للديسابيلتي دي وهتبقى يعني هتاخد منك وقت طويل شويه انما بس تاخد مبلغ معقول. طيب. وفي دواء يا جماعه بس بحب اقول لكل الناس عليه لان انا كان عندي نفس المشكله في ظهري وفي احد الاطباء كتب لي دواء اسمه لاريكا وكانت جرعته 75، في منه 50 في منه 75 وفي منه 100.
بس لازم تروح تسأل الدكتور بتاعك إذا كان مناسب ولا لا ليه. كل واحد يعني ينفع ساعات وما ينفعش. ما فيش معلش يعني إحنا أيوه ما أنا بقول لهم يسألوا الدكتور. يعني اللي عنده تعب وحاجة الدكاترة ما شاء الله عليهم مزبوط. يعني هم بيبقوا يعني ما نقدرش لأن كل حالة بتختلف عن التانية طبعا ما هو ما ينفعش. ده صعب جدا إن حتى الدكتور يكتبه لك يعني على مناسب لصحتك يعني. يعني أهم حاجة إن يعني الوصف اللي إحنا بنقوله طبعًا. يعني مجرد بس مشورة إن إنما القرار الأخير للدكتور طبعا. فضل. طيب شكرا جدا يا فندم وألف سلام عليك. في ناس كتير لغاية دلوقتي مش عارفة عن إيه ديسابيلتي يا أستاذ سليم. طيب ما احنا احنا عايزين نرجع الأول نشوف عملت إيه في موضوع 50,000 و200,000 ونرجع نعمل طيب أوكي ما بنطلع من معلش ما أسئلة الناس فجينا جيت للحكومة وقلت لهم صححت المعلومة إن ده أولا البيت ب200,000 جنيه. أيوة نمرة 2 الورق الرسمي بيقول حاجة فيها اسمها بتطلع من المحكمة علم الوراثة علم الوراثة أو بتاع الإعلام وراثة بيقول إن فلانة الفلانية توفت وسابت بيت في الحتة الفلانية وانحصر الإرث فيه فلان بقيمة التلات أرباع وفلان بقيمة الربع مظبوط. فقلنا لهم إن البيت ثمنه 200,000 جنيه تمام يبقى عم فلان الفلاني ده كل اللي هيحصل عليه منه 50,000. ال50,000 هيطلعوا مثلا عبارة عن 3,000 دولار 3 في 16 ب48,000 طلعوا 3,200 ولا 3,000 وحاجة. يبقى هم كل اللي حصل ان هو ايه مجرد 3,000 دولار هم تمن البيت. فاحنا اثبت لي قال لك اثبت الكلام ده فقلت له في القانون بيمنع انك تبيعي بيتك لابنك تتنازلي عنه القانون المصري ولا الامريكي اوكي تتنازلي عنه ايوه ماشي انما بيع وشراء يقول لك في شبهه كده اوكي. فجيت قلت لهم دلوقتي في حاجه في مصر اسمها الشفعه يعني ان هو عشان خاطر ابنه يعني هو اولى بال هو اولى بالبيت لانه هو ليه الثلاث ارباع والراجل ليه الربع يبقى لازم يبيع الربع بتاعه لابنه يا اما الاثنين يتفقوا مع بعض على ان هم يبيعوا البيت سوا فابنه مش عايز يبيع البيت وعايز يحتفظ بيه يبقى انا هستاذنكم اولا ان انا ابيع الربع ده لابنه ماشي وافقوا اوكي وقالوا لي البيت بكام قلت لهم ب200,000 بس احنا هنعرضه للبيع لاعلى سعر ماشي فجيت وقلت لهم البيت جاب 220,000 قالوا يعني أكتر من 200,000 قلت لهم جاب 220,000 عمنا لوكا من المبلغ ده بقاله 55,000 ماشي الخمسة وخمسين ألف بعد ما كانوا 3,000 دولار بقوا 3,000 مثلا و500 تمام كويس فجوم قالوا إحنا هم موقفين بقى معاشه موقفين معاشه من أول القصة ما بدأت لغاية لما جبنا الفلوس تمام فقلت لهم دلوقتي الراجل ده طول الوقت اللي فات ده ما كانش عنده أي مصدر بيصرف منه كان بيستلف الوقت ده نقول إيه سنة مثلا بتتسي إن هو سنة حوالي 8 شهور 8 شهور أوكي فهو قاعد يستلف 8 شهور تمام استلف من شهر كده لأنه عليه الإيجار بتاعه وعليه أكله وعليه شربه وعليه مش عارف إيه كان بيستلف كام في الشهر شفته بياخد من السوشيال سيكوريتي 954 فقلت لهم كان بيستلف كل شهر 954 يعني معنى كده ايه قلت لهم انه كل الشهور اللي فاتت دي قاعد يستلف كل شهر 954 اوكي فطلع في الاخر خالص ما خدوش منه ولا سنت طب كويس اتعملت بطريقة صح 100% لأن هو هيجي يقول دلوقتي في الفترة اللي أنا قطعت عنك السوشيال سيكوريتي لو قال ابني كان بيساعدني ربنا يخلي لك ابنك لو قال الكنيسة كانت بتديني فلوس ربنا يبارك في الكنيسة إنما لما يقول أنا بستلف يعني معناها كده أن كده هيرجع الفلوس تاني أكيد اللي استلفها يعني ما عدا إن لو مساعدة جايله من الكنيسة هيرجعها إزاي أيوة. فاحنا قلنا عليه ان هو كان بياخد قرض لون واللون
قالوا لي مين اللي اداله اللوف؟ قلت لهم فلان وفلان كذا واحد يعني بالصحيح. ايوه لان الراجل عاش كده على الطبق. فدي هم الحاجه اللي هي انت بتعمليها بشكل صح هم بيقبلوها. فانا ما جيش اعمل الحاجه في الاس اس اي واحط نفسي في خيه في حاجه تانية ممكن تضرني. اوكي يس كويس. يا ريت نسال يا جماعه السؤال مريح للناس اللي بتفهم يعني ده. الناس اللي صح اللي بتفهم السؤال بيخليكي بعد كده ما تضطريش انك ما تدخيش. مظبوط كويس. يبقى احنا دلوقتي تقريبا استوفينا الاس اس اي. قلنا الاس اس اي يعني يصلح لفئتين فقط من الناس، الناس اللي عندها جنسية أمريكية والناس اللي هم خدوا الأسايلم. أوكي. وبشرط أن يكون الشخص الطبيعي عنده فوق 65 سنة أو يكون عنده عجز. مظبوط. الحاجات الجانبية أن ما يكونش عنده أسيت ممتلكات إذا كان في أمريكا أو في مصر أو في أي بلد أي حتة تانية ولا حاجات، لأن هم بيقولوا الأسيت دي عبارة عن فلوس أنت راكنها على جنب. مش عنده صندوق في البنك كمان؟ لأن ما تعرفش إيه اللي موجود في الصندوق ده. ما هو يعني إحنا يعني هم كل الأسيت عندهم هي كل شيء ممكن يبقى فلوس. أيوه. فهي كل اللي هيحصل إن أنا ما يعني مش ما أقول لهمش إن ما يكونش عندي كذا. أيوه. مش ما تكذبش أكيد مش هنكذب، بس يعني لو أنت عندك يعرف أوتوماتيك إن أنت ما بشجعش الناس إن هم يخبوا. لا احنا ما بنخبيش حاجه، بس ما يكونش عندك. ايوه مظبوط كويس. طيب في برنامج بقى تاني عرفنا الاس اس اي ده شروطه. اوكي. لازم يكون عنده جنسيه امريكيه. مظبوط. او يكون واخد اصيل. طيب في ناس بقى بتيجي باللوتري. ناس جت باللوتري ولا عنده ضامن، واخد بالك ازاي، وبقى سنه 66 سنة وما عندوش جنسية. أيوة بس معاه جرين كارد. معاه جرين كارد. وبقى سنه 66 سنة. مهمل واخد الجرين كارد بقى له 15 سنة وعملش حاجة. طيب لو معاه جرين كارد بقى يعمل إيه؟ فهو دلوقتي ولاية كاليفورنيا عملت حاجة وحيدة للناس دول. من سنة كام الحاجة دي يا أساسي؟ من سنة كام عملها الحاجة دي؟ من 22 أغسطس سنة 96. 96 يا. شوف فريق فاكر الجبليوم. ايوه ممتاز. 22 اغسطس سنه 1996. تمام. فايه اللي حصل؟ ان ولايه كاليفورنيا عشان فيها ناس مهاجرين كتير جدا جدا ومعتمدين على الجرين كارد وما بيسعوش ياخدوا الجنسيه. ناس كتير جدا في كاليفورنيا بالذات. ايوه. عشان بالجرين كارد وما بيسعاش ياخد الجنسيه. في بعض الناس ما بتسعاش تاخد الجنسية لأن الدول الأصلية بتاعتهم أحيانا يقول له ما تقدرش تجمع جنسيتين. يس زي السويد مثلا تقريبا. وغالبا يعني برضو في ناس طبيعة الناس المهاجرين اللاتينو اللي هنا موجودين ما بيهموش ياخد الجنسية الأمريكية. أيوه. فإيه اللي بيحصل؟ إن الناس اللي زي دول بيبقوا كواليفايد لأنه ياخدوا المعاش، بس الجنسية واقفة عقبة. فجات الحكومة لما طلع القرار اللي هو ما يحصلش على الاس اس اي الا الناس اللي عندهم الجنسيه الامريكيه، ده طلع في 22 اغسطس 96. طلع في وقتها بالظبط في ولايه كاليفورنيا قانون جديد وقال كل الناس اللي معاهم الجرين كارد من حقهم حاجه اسمها كابي. من حقهم حاجه اسمها كابي بشرط يتوفر فيهم شروط الايه؟ السن اللي هو 65 اند اوفر او العجز. او الايه؟ العجز يعني. العجز يعني يكون عندهم جرين كارد من اللوتري ويكون عندهم ديسابيلتي او اهم حاجه يكون عنده جرين كارد بلا ضامن. بلا ضامن ايوه. بلا ضامن الحاجه الوحيده اللي هي كده. فالناس اللي هيخشوا بقى في الفئات اللي زي كده الناس اللي هم ريفيوجي مش المهاجرين بس اللي هم مش عارف ايه اللي لاجئين اللي ما اعرفش ناس ما لهمش اول من اخر، وده مطبق فقط في ولايه كاليفورنيا. طيب أستاذ سليم يعني النهاردة المكالمات أخذت أكتر الوقت، أنا بشكر طبعا كل السادة المشاهدين وعندنا يعني عندنا أسئلة كتير جدا فوق 50 سؤال، بس طبعا عشان وقت سعادتك وإحنا اتأخرنا عليك بشكرك جدا جدا. تعيش. وهل في أي نصيحة النهاردة يعني عشان كده بقولك أنت المفروض تجي معانا مرتين في الشهر مش مرة واحدة.
طب حضرتك قولي بس ربنا حتى المره واحده ربنا يبارك فيها يعني. يا رب يا رب صلوا يعني معايا يا جماعه ربنا يبارك فيها. احنا بس عايز اعيد مره تانية الكلام على الناس يعني. ايوه دلوقتي احنا عاملين المكتب بتاعنا ده ايوه عشان يعمل الحاجه ويجاوب على الاسئله. مظبوط. ويا ريت والمكتب هو نمره القناه. مظبوط. مش نمره عم سليم. صحيح واحنا موجودين دايما. اللي عايز عم سليم في سؤال اهلا وسهلا. اللي عايز يعمل اي حاجه من حاجات اللي احنا بنقول عليها دي عايز يعملها اهلا وسهلا، بس يعملها من خلال القناه. ايوه يعني احنا يعني المركز بتاعنا ده احنا عايزين يبقى ينحط عليه اعلان مره واتنين ونقول فيه ان المركز مستعد لان هو يعمل الطلبات للناس بالحاجه كده. وصدقوني ان هم لما هيعملوا كده يعني حاجات كتير جدا هيقدروا يعني يستفيدوا منها. قبل ما اقفل الحلقه، الغلطات اللي احنا بنعملها يا فندم هل ممكن تتصلح ولا لا؟ في اخطاء لا يمكن تتصلح. لا يمكن. زي ايه كده سريعا؟ يعني لو انا قلت عندي بيت كده مش هتتصلح. او هيقول لك يلا بقى روح بيعه بقى ونخش في الثمان شهور. هتيجي تقول لهم ما عنديش بيت، اديته لبنتي انه ما ينفعش، اديته لابني لا ما ينفعش يعني. مش عارفش ايه ما ينفعش. ماشي. الحاجة الوحيدة بقى اللي تحصل يقول ان انا البيت نسأل احسن نسأل احسن. في حاجات ما بتتصلحش. انما لو فرضنا وانا قلت ان بنتي بتساعدني ب $500 في الشهر، اوكي خدنا بكلامك وبنتك بتساعدك ب $500 في الشهر، بس جت بنتي توقفت وقالت لا بابا مش هقدر اساعدك مرة تانية، ده وارد ممكن يحصل كده. صحيح. لكن لو قلت عندي مقبرة. صحيح. مش هروح اقول لهم انا بعتها. لا مش معقول. طب بعتها بكام؟ هينبسطوا. ممكن تبيعها يعني. ما هو افرض ان انا بعت مثلا المقبره ب $10,000، يقولوا لي احنا بندي لك $900 في الشهر، دول هيكفوك 11 شهر. بعد ال 11 شهر تعالى. بتعلنا مره ثانيه. فهمت حضرتك. دي برضو معلومه جديده. ما هو يعني احنا عايزين هي تركات صغيره يا جماعه، عشان كده لازم تتابعوا دايما برنامج، وعشان كده لازم نصلي دايما استاذ سليم يكون معانا. ربنا يخليك يا رب يا ميرا. وانا يعني معتز جدا جدا بحماسك ده. شكرا. والمشاهدين بتوعك على عينا وراسنا منكم. شكرا منه. احنا بنعتز بيك وشكرا على تعبك معانا، ودايما يا رب موجود. والسادة المشاهدين يا ريت تصلوا البرنامج وتصلوا الاستاذ سليم وكل ضيوفي الاعزاء، وتصلوا لي انا كمان، وربنا يحافظ عليكم. ونتمنى ان احنا يعني حاجة بتزعلني سريعا جدا عايزة اتكلم عليها، ان ممكن حد من بيزنس وحد من نفس البيزنس، بس الحمد لله ده مش في ولاية كاليفورنيا، احنا عندنا كل الناس محبين جدا، بعض الولايات التانية ممكن حتى بيغيروا من بعض شوية، مش لازم يكون نفس البيزنس، بس الناس شوية حساهم طف يعني. يمكن احنا في كاليفورنيا غير كده، انا زعلانة شوية لان الناس بتحارب بعض في ولايات تانية، ومصريين زي بعض يعني، او حتى احنا لو مش مصريين ما ينفعش نحارب ببعض باي كلام. نشكر ربنا ان احنا كاليفورنيا ما فيهاش كده، لكن بعض الولايات التانية فيها حروب شويه مش عارفه ليه. فاتمنى ان احنا نحب بعض ونتمنى الخير لبعض. بص عايز تعلق على دي؟ علق لك على دي. اتفضل. امريكا من نعم ربنا طبعا ان هي مش حاسين بيها، كبيره جدا جدا جدا، بحيث ان هي ما تستوجبش المنافسة. بمعنى يعني أنا أنافس لو أنا قاعد في حتة محدودة بيني وبين واحد تاني. أي. يعني واحد جاي أمريكا كبيرة أصلك إنه واحد جاي ينافسني في رزقي في حتة محدودة في الشارع اللي أنا فيه. يبقى بينافسنا في ياخد رزقه. لا يعني لو الغريب الناس بقى ملهاش يعني في الشغلانه دي مثلا، او بتعمل كده وبرده بتلاقيها بتحاربك، حاجه غريبه جدا يعني. الفكره يعني الناس اللي بيروحوا يصطادوا في البحر. ايوه صحيح، البحر فيه سمك كتير في كل حته. صحيح. وكل بس تلاقي اتنين واقفين جنب بعض، ده بيطلع سمك كتير وده ما بيطلعش. في ساعات بقى مثلا واحد واقف يصطاد ويجي واحد تاني يقف جنب ويروح لازق فيه. برضه مش هياخد رزقه اساسا. مش هياخد الرزق رزقه، لكن احنا بنتكلم برضه على كاليفورنيا. ما هو ممكن جدا يروح يقف هو البحر يعني. الحته دي بس اللي فيها سمك، ما هو البحر مليان سمك في كل حته. قصدك ان تفرقوا ما تتجمعوش. انت دلوقتي المنافسه قلت لك لما يجي واحد ينافسني يزاحمني في رزقي في الحته اللي انا قاعد فيها. ايوه.
يعني انا فاتح في محل يروح جاي فاتح لازق في محل لازق فيا، واخد بالك؟ وغالبا الحاجات دي في امريكا ما بتحصلش. ايوه صحيح، لما بيكونوا محلين من نفس البيزنس غالبا ما بياخدوش الترخيص يعني. ايوه ايوه، فرق الكلام عشان يحاربوا بعض او حاجه مش لطيفه، والمفروض ان دي عاده احنا ما يعني المحبه لا تسقط ابدا يا احبائي. شكرا جدا يا استاذ سيم، ميرسي ليك، ونتمنى نشوفك ان شاء الله اول جمعه في شهر 3 باذن ربنا تكون معانا. ربنا يخليك. وشكرا جدا اعزائي المشاهدين، يوم الجمعه والسبت الجايين مهمين جدا، خليكم معانا. عندنا حلقات هتكون من نيوجيرسي، في حد عنده مكتب هندسي هيشرح لنا بالظبط هو بيعمل ايه وازاي يقدر يساعد حضراتكم لو حد عايز يغير في البيت اي حاجه. برده معانا استاذ كمال تدرس ريل استيت هيكون معانا، فانتظروا برنامج اسال مع اميره، وربنا يحافظ عليكم ونسامح بعض ونحب بعض، وربنا معاكم. باي باي. تعيش يا اميره.